تتواصل انطلاقات أشواط هذه الفترة الصباحية والثنايا الذي تنطلق في 8 كيلومترات باحثة عن الفوز وعن الناموس. ومن فعاليات وانطلاقات مهرجان الوثبة في عاصمة الميادين لتتواصل هذه الأشواط، ينطلق الشوط 11 قبل قليل في أشواط الثنايا الخاص بالجعدان المحليات الأصايل الذي تحمل شعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات العملاقة ورفقة الأخوة المضمرين الذين يلتقون على تنافس عالم الأصالة وعالم الناموس. انطلق هذا الشوط في 8 كيلومترات، انطلقت الأسماء، انطلقت الشعارات، انطلقنا مباشرة مع لفان الذي يسيطر على الجعدان يقود مسار هذا الميدان، لفان من هجن الشحانية ضمر محمد بن خالد العطية يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني سمهوي ياتي في المركز الثاني، يندفع سمهوي من هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يقود تضمير سمهوي وشعار هجن زعبيل الذي ينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز اشوف التواجد والتقدم من الحاسم تعود ملكيته في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك هجن الرياسة مع شاهين يتقدم على المركز الثالث من هجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري يقود في عملية التضمير المستحيل المركز، يتقدم الحاسم في المركز الرابع من هجن العاصفة يضمر غياث الهلالي. هذه الرباعية الجميلة على المراكز الأولى، ناخذ المركز الخامس ونشوف خامس المراكز النشمي يتقدم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان، محفوظ بن خميس الجنيبي يقود في عملية التضمير على خامس المراكز، بينما المركز السادس يتقدم في ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر عبد الله بن ثعيل بالهايري. أما سابع المراكز هذا شاهين من هجن الرياسة راشد بالسم المنصوري يتقدم. مشاهدين الأعزاء ناخذ بقية المراكز، نشوف هذه السبع المراكز اللي انفصلت واللي ابتعدت عن البقية وانطلقت بالمركز الأول، انطلقت مع تنافس وتحديات هذا الشوط. أما المركز الثامن هذا يصل في المركز الثامن مشاهدين الأعزاء ويتقدم هنا الشارد تعود ملكيته لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد ضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. والمركز التاسع تواصل في تاسع المراكز شاهين من هجن الرياسة يضمر اللي هو هناك يتقدم في هذه اللحظات شاهين من هجن الرياسة يضمر عيسى بن سعيد الخيالي على تاسع المراكز. والمركز العاشر هذا وصل حشيم من هجن الرياسة يضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه النتيجة الأولى للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في مسار الثمانية كيلومترات ومسافة الكبار. ويا مجمل الرقص مع الكبار، عودة إلى المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحدياته على الكادر العلوي في شاشة ياس الرياضية التراثية الجميلة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. شوف المركز الأول الشعار الأدعم الشعار العنابي مشاهدين الأعزاء يسيطر على مقدمة الشوط مع لفان وياتي بهذا الشعار وبهذه الانجازات مع احد الاخوه المضمرين محمد بن خالد العطيه. الحوت مشاهدينا الاعزاء مع انتصاف المسافه يقدم لنا لفان على مقدمه الشوط، بينما المركز الثاني سمهو ياتي في المركز الثاني
يتقدم سمهوي من هجن زعبيل، يضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق في التضمير كذلك من أحد شبابنا المضمرين الرائعين، يقدم في هذه المؤسسة مؤسسة هجن زعبيل بهذا التنافس والأثاره الجميلة. المركز الثالث الحاسم، الحاسم ياتي تاتي هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. أما المركز الرابع يتقدم في رابع المراكز النشمي، تعود ملكية السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس الينيبي، يقود في عملية التضمير على رابع المراكز. أما المركز الخامس شاهين من هجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم يقود في انطلاقته على خامس المراكز. المركز السادس واصل ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر عبد الله بن ثعيلب الهايري على المركز الخامس. نشوف المركز السادس، سادس المراكز، وهذا شاهين أيضا من هجن الرياسة مع راشد بن محمد بالسم، يتقدم في التضمير مع سادس المراكز. أما المركز السابع شاهين من هجن الرياسة مع تضمير عيسى بن سعيد الخيالي، ويتواجد الشارد لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد، يضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الثامن في هذه اللحظات. بينما المركز التاسع هجن العاصفة تقدم الجير في هذه اللحظات، وصل الجير من هجن العاصفة، يضمر غياث الهلالي، وتدخل من الجانب الآخر دخول في هذه اللحظات ياتي حشيم من هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى في هذا الشوط الذي تبعثر في الميدان وانطلقت في هذه الأسماء، ولكن تحديات لا زالت جميلة. سن الثنايا وسن الكبار في 8 كيلومترات، تقدم كل ما هو رائع في صباحي هذا اليوم ضمن هذا فعاليات هذا المهرجان الختامي السنوي في عاصمة الميادين أبو ظبي الحبيبة، وفي الوثبة بالذات مع انطلاقاتي تجمع أبناء الخليج الواحد الحاضرين في هذا العرس التراثي الجميل مع عالم الأصالة، مع عالم الناموس في هذا الموروث العربي الأصيل. تنطلق هذه الأسماء، تنطلق هذه الشعارات بالتحديات الجميلة، عودة إلى المراكز الأولى مع لوحة 2 كيلومتر. 6 كيلومترات انقضت من 8 كيلو، وتبقى 2 كيلومتر، ولا زال لفان على المقدمة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. يأتي الحوت بهذه الانطلاق، يأتي المشاغب بهذه التحديات، بهذه الانجازات العديد الذي يستحق فيها الأشادة. هذا المضمر الذي قدم الكثير والكثير خصيصا في هذا الموسم من الانجازات الملفتة للأنظار. المركز الثاني سمهوي من هجن زعبيل، وياتي راشد بن محمد بن مروشد المتألق مع هجن زعبيل وانجازاتها في المركز الثاني. أما المركز الثالث تتقدم هجن العاصفة تقدم الحاسم مع غياث الهلالي في المركز الثالث. ثلاثية جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. وصل شاهين من هجن الرياسة مع عيسى بن سعيد الخيالي، ووصول وقدوم مشاهدي العزاء كذلك النشمي يتحرك، النشمي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس الهنيبي يقوده في التضمير. خلاص اكتفي بهذه المراكز الخمس، المراكز الأولى. لوحة الكيلو المتر الأخير في مسار هذا الشوط، والصراع مرير ما بين الاثنين مشاهدين العزاء، ما بين شعار هجن الشحانية وهجن زعبيل في هذا التنافس، في هذا الانطلاق، في هذا التحدي
مع هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، هناك يتقدم لفان، لفان من هجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية، مسيطر من بداية هذا الشوط، ولكن الضغط بادي من سمهوي سمهوي من هجن زعبيل العايد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وراشد بن محمد بن سعيد بن مراشد اللي يقودها في التضمير اللي ما أصدر أوامر حتى هذه اللحظات. يا سلام، انطلق لفان وانطلق كذلك سمهوي، سمهوي ولفان، لفان مسيطر، لفان هجن الشحانية مسيطر على مقدمة الشوط، وسمهوي هجن زعبيل يتقدم على المركز الثاني ينافس على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الأمتار الأخيرة طارت، الجعدان طارت، سمهوي لفان، لفان ما طاع، سمهوي يحاول يحاول بكل ما عنده من استطاعة جميلة وتحديات رائعة، ولكن خلاص خلاص لفان من هجن الشحانية. تهانينا على هذا الفوز، على هذا ناموس محمد بن خالد العطية، مشكور على هذا التحدي. وصل في المركز الثاني سمهوي من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مروشد، والمركز الثالث وصل فيه النشمي لسمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والمركز الرابع شاهين من هجن الرياسة، والمركز الخامس هذه لحظات وصول مشاهدينا الأعزاء هجن العاصفة الذي تقدم الحاسم. هكذا كانت النتيجة ووصول الخمس المراكز المذاعة مع خط النهاية بأداء جميل وتحدي رائع كالعادة الذي شهدناه دائما في ميدان الوثبة وعاصمة الميادين في هذا الإبداع الكبير والرائع. نعود مع مخرجنا لإعادة التوقيت في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. لفان الذي حسم الأمور من بدايتها حتى النهاية وقاد هذا الشوط 12 دقيقة 28 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، التهنية موصولة مشاهدينا متابعينا الكرام للحوت محمد بن خالد العطية على هذا الأداء. أيضا قدم أداء جميل سمهوي وحمل شعار هجن زعبيل في 12 دقيقة توقيت الزمني و29 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل وتهانينا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من قاد هجن زعبيل. النشمي وصل في المركز الثالث من لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان 12 دقيقة 35 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا كذلك لمحفوظ بن خميس الجنيبي من قاد النشمي في تضميره في هذا الشوط. هكذا